لا فيتيس هي السبب الرئيس نتاع حوادث المرور. عندك 15-48 شفتوا هذا شيفور متهور وقاعد يسوق بلا فيتيس عالي اخويا مبلغ. قال يا اخي السائق نقصنا لا فيتيس، امشي بعقلك بارك الله نوصلوا في عقلنا في الارض ان شاء الله يا رب. خير من نوليو ارهاب الطرقات هذا بدي الاكسيد كل يوم. راك سائق شاحنه راك تحكم الطريق بزاف. الحمله التحسيسيه هذه جاءت نظرا لتسجيل مصالح امن ولايه ورقله ممثله في المصلحه الولائيه للامن العمومي حصيله رقميه لحوادث المرور بدايه من شهر جانفي 2022 او خلال السداسي الاول من سنه 2022، مسجله بذلك 91 حادث مرور خلفت هذه الحوادث 100 جريح و13 قتيل. في الطريق دائما ياك تعرف الواحد كيما قال لك يتعب وكذا في الطريق وكذا، اسما هي واش خسرت مادام راك قريب قاري روبوزي، كاين اللي ما يبغيش يروبوزي، كاين يقول لك راني قريب نزيد نكمل عليها وكذا، هذوك هما اللي يديروا حوادث المرور. بروفيزور ما نهضر مع حتى واحد، ما نهضرش ما نهضرش. كي نحكم فولا غير 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 وخرت غير نزل ما نهضرش. هذوك راني نحكي مع بروفيزور نعشي ديال كاليتا. وفي الليل حنا في الليل ما تمشوش ثاني بالفار. الفراغ خطر كبير. مقارنة بالسنين اللي فات كان تطور في الأمن، الحمد لله سلامة كاينة، مبادرة طيبة يقوم بها الأمن. في السعي إن شاء الله يكون مستقبلا في المستقبل القادم إن شاء الله يكون أحسن من هكا بإذن الله عز وجل.